السلام عليكم، والله مسيكم الخير ويبارك فيكم، وفقنا الله وياكم الحب يرضى. ما بعد، أسأل الله منه وكرمه أن يوفقنا وياكم جميع المسلم وأن ينفع ما نقول. يعني أحب أن نفيد بمر، يعني لربما كثير يجهله، نسأل الله ينفع فينا يا رب، اللي هو الطيور اللي مقرنسة ومتوجهة مثل موس نايفة أو مصفي. ركزوا على كلامي، هذا يعني ما نمشي معاه بالمكملات كل يوم أو يوم وترك، لا خلاص، دام الطير متوجه يعني بإذن الله يبي يصفي بإذن الله تلام عينه، خاصة اللي عليه موس وخاصة اللي مصفي. ركزوا على كلامي، الموس نايف يعني زين أشوى، أما ثلاث والله الحين متأخر. فالمكمل الغذائي يعني ما أعطيه كل يوم وترك أو يومي، لا كل ثلاث أيام مرة، كل ثلاث أيام مرة، وحد الأيام أدخل البيض، حد الأيام أدخل اللي هو السمك المجفف اللي تكلمت عنه أنا فضل رب العالمين أول، مع الظهر الخثاق، مع قشور البيض، يعني خلطة ممتازة بإذن الله وفوائدها تكلمت فيها من فضل رب العالمين فيديو قبل هذا يعني، والله الحمد، إن الله ينفع فينا يا رب. فالأمر ما فيه، يعني الأفضل أنك تعامل مع الطير الشكل، مو يوم وترك ولا يومي انك تعطي مكمل غذائي، دام فضل رب العالمين توجه الطير اللهم لك الحمد والشكر. نفس ما قلت لكم، كل ثلاث ايام او كل يومين تعطي مره ما يضرب باذن الله. لان الطيور يعني الحين خاصه اللي يكون وضعه يعني مو مقرنس، يعني عليه 5x5 الحين او 4x4، الطير الطبيعي أنا اللي أشوفه وجربته سواء خلوي أو جير أو حر من الأحرار، يعني يكون فرخ وقرنس عندي والشكل، ما شفت فضل رب العالمين اللي طول أكثر يعني من شهر من ريشة ريشة يعني. وفي بعض الطيور سبحان الله يموت يعني قط النايفة 10 أيام إلى 14 يوم تقريبا يحذف الموس، وفي لا بالله في طير عندي 27 يوم، ومعنا جير يعني 27 يوم ما بين النايفة وبين الموس. كل سنة طبعا، مو أول سنة، هذه كذا سنة يعني يسويها معاي، اللي هو الجير الشهير عندي هذا ثالث سنة أربطة عندي والله الحمد، وفضل منه لا حذف النايفة، ينطر له تقريبا 27 يوم 28 يوم بالكثير ويحذف الموس. أما في طيور أحرار مرت علي 10 أيام إلى 14 يوم تقريبا، أكثر إذا طول طبعا. أما الطير يكون عليه زيادة ريش ويطول أو أنه عليه موس ويطول أكثر من الوقت، هذا يعني فيه مشكلة، ربما ممكن المدهنة انشفت ولا صار خلل بالأمر ولا. فالأفضل والأحسن تعامل الطيور نفس ما قلت لكم بإذن الله وحسبه، يعني أنا عندي بالملاحظة حذف الريشة فلانية أكتبها عندي عشان لا أنسى، الواحد نادم ينسى يعني يشغل الدنيا والأمور، عسى الله يا رب يشغلنا بطاعته. فأحط لي نفس المنبه لي بإذن الله، لا هذا أرجع له وأشوفه عشان أحسب الأيام من اليوم الفلاني إلى اليوم الفلاني، ما قط باليوم اللي أنا مركز عليه وعارف أنه الحين يقطب فيه، يعني أطوف يوم ثمانية أسبوع بكثير أسبوعين أعرف إنه في خلل بالطير. أما تشيك على متنته ولا أشوف وضعه ولا ما تدري، صواديف المرابط كارثة يعني، ما تدري شنو بالربطة يحوش الطير وأنت ما تدري عنه، صحيح إنك تكون ماشي نظام مربوط لكن ما تدري، ربما الطير حاشة تسمم حاشة شيء يوقف عليه. فعسى الله ينفعنا بما نقول وإياكم جميع مسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.